الصحافة ليست جريمة، شعار بيرفعه صحفيين كتير على خلفية أخبار متتالية بيعتبروها تهديد لحرية الصحافة في مصر. من آخرها قرار نيابة أمن الدولة العليا أول امبارح تجديد حبس الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية 15 يوم على ذمة التحقيق في اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكار تهدف لتغيير الدستور. الأستاذ عادل مسجون من 85 يوم بعد أزمة كانت بدايتها انتقاد المجلس الأعلى للإعلام لنشر الموقع موضوع مترجم عن الانتخابات الرئاسية. خبر صحفي تاني حصل من أيام هو حجب موقع كاتب بعد ساعات فقط من إطلاقه برئاسة التحرير الأستاذ خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين سابقا. ده كله بيحصل بينما بتتواصل كل يوم حملة جمع التوقيعات اللي شارك فيها أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين ضد قانون تنظيم الصحافة الجديد. الحقيقة الصحافة مش جريمة، ده بقى شعار كل الصحفيين ومعظم الإعلاميين في مصر من كتر ما بتواجه الصحافة كل يوم العديد من الصعاب. الحقيقة بتخلي المهنة فعلا، مهنة الصحافة ومهنة الإعلام ومهنة البحث عن الحقيقة زي ما احنا ما بنسميها، بقت صعبة جدا في مصر. دكتور عادل صبري يا جماعة، يعني أنا مش قادرة أتخيل إن هو تقريبا محبوس من حوالي شهر وتجدد له فعلا من يومين 15 يوم تانيين، وفي تهم يعني في تهم زي الانضمام لجماعة إرهابية، ما حدش عارف مين الجماعة الإرهابية دي، ومحاولة تغيير الدستور وإلى آخره. ده أستاذ عادل زي ما احنا بنقول هو رئيس تحرير موقع مصر العربية، وكان الخناقة لو احنا فاكرينها أصلا كلها ابتدت ازاي، ان المجلس الأعلى للإعلام اعترض على موضوع ترجمته الجريدة في وقت ترجمه الموقع، موقع مصر العربية، في وقت كانت فيه الانتخابات الرئاسية شغالة، والموضوع يعني ما كانش أفضل المواضيع من وجهة نظر مجلس الأعلى للإعلام. وساعتها لو نتذكر برضو مع بعض المجلس الأعلى للإعلام فرض غرامة على الموقع، غرامة مالية مش متذكرة تحديدا بس أعتقد المبلغ كان حوالي 150 ألف، وكلنا في مجال الصحافة يعني اعتبرنا الموضوع انتهى زي خلاص على أثر كده، وإن هم هيدفعوا المخالفة المالية دي أو هيتناقشوا مع المجلس في حرية الصحافة، في حرية إن هم يترجموا، خاصة إن هم مش أول مرة يترجموا عن وسائل إعلام أجنبية وإلى آخره. لكن فوجئنا بأن تم القبض على أستاذ عادل، وأن هو يعني اتحبس بالفعل، وأن هو بيتم التحقيق معاه في نيابة أمن الدولة العليا. وده يعني برضو في مجال الصحافة بصراحة في مصر رغم كل التحديات اللي هي بتواجهها من في كل العصور، إلا أن هي كانت مفاجأة كبيرة، خاصة أن أستاذ عادل ما زال حتى اليوم قائد التحقيقات بعد 85 يوم. هل النقابة وهل المجلس الأعلى للإعلام نفسه اللي المفروض إن هو بيدافع عن حرية الإعلام، وحتى القانون الجديد اللي بيتم وضعه بيقول حرية الإعلام، حرية البحث عن المعلومات، تسهيل وجود المعلومات إلا فيما يخص الأمن القومي، فالمفروض هل المجلس الأعلى للإعلام بيسعى فعلا لأن هو يخرج أستاذ عادل؟ هل بيسعى فعلا للدفاع عن حرية الصحافة وحرية الإعلام في الوصول للحقيقة، ولا الصحافة بالفعل بتواجه هذه الأزمة؟ من ضمن المفاجآت بقى اللي كانت اللي حصلت في مجال الصحافة برضو خلال اليومين دول، احنا عارفين ان احنا بقالنا فترة بقالنا كذا شهر محجوب في مصر اكتر من 500 موقع، 500 موقع عادي اخباري منهم مواقع هامة جدا. تم اطلاق موقع جديد، موقع كاتب، يعني الموقع الحقيقه لم يتم اطلاقه اكتر من 9 ساعات، 9 ساعات فقط وتم حجبه. 9 ساعات الموقع تم اطلاقه، كتب فيه يعني كان مقال عن حريه التعبير وعن احد الفتيات المقبوض عليها لانها اعترضت بس وقامت بحريه التعبير، وانها اعترضت على ارتفاع اسعار تذاكر المترو، ومواقع ومقال اخر عن الاوضاع الاقتصاديه في مصر، وكلها مقالات عاديه بالحقيقه تم نشرها في وسائل السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، دليل على ان فعلا السوشيال ميديا وان الشباب في مصر متعطش لصحافه جديه، صحافه تقدر تنقل معلومه، تنقل واقع هم عايزين يتكلموا عليه. لكن الموضوع لم يستمر اكتر من 9 ساعات وكان الموقع تم حجبه نهائيا، وده كان مفاجأة خاصة ان 9 ساعات ده رقم يعني سريع للغاية.
كل ده بيدور أثناء ما احنا ما بنشوف قانون تنظيم الصحافة الجديد اللي كتير من الصحفيين الحقيقة بيعتبروه كارثة ووبال وقع على الصحافة، خاصة ان هو بيعيد ذكريات مؤلمة كان الصحفيين تخلصوا منها، ولا زي الحبس الاحتياطي للصحفيين، وان في جمل كتيرة لا يمكن تفسيرها، زي مثلا صورة الحصول على المعلومة الا اذا كانت متعلقة بالامن القومي، ان والحقيقة ما بيتمش تعريف ايه يعني مثلا ايه فعلا المشاكل اللي ممكن تكون، القضايا اللي ما ينفعش تجنبها، اللي لازم تجنبها، القضايا، الموضوعات، ايه اللي لا يمس الامن القومي تحديدا يعني. فبالنسبه للصحفيين كان في كلام كتير لم يتم تفسيره، غير ان هو طبعا زي ما احنا ما كنا ناقشنا في حلقات سابقه بيضم الافراد العاديين، لو السوشيال ميديا عدد المتابعين ليهم اكتر من 5000 وقالوا اي حاجه برضو بتكدر الصفو العام يعني بتتعارض مع الاولويات لدى الدوله في الفتره الحاليه، برضو بتقع تحت طائله القانون. خلينا نشوف، بينضم الينا عبر الهاتف الدكتور جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابه الصحفيين. اهلا بيك معايا استاذ جمال، وخليني اسالك استاذ جمال عشان انا كنت لسه بحكي حالا على استاذ عادل صبري، ايه اخر التطورات في قضيه استاذ عادل صبري، التهم والتحقيقات اللي بتدور معاه، ايه اخر التطورات اللي حصلت فيها يا فندم؟ والله منذ وقعت القبض على الزميل عادل صبري وقرار نيابه الدوق بحبسه اسبوعين من فتره، التجديد مستمر، كل اسبوعين بيعرض على النيابه وعلى المحكمه، بيتم التجديد له لمده اسبوعين، يعني التجديد مستمر، يعني لم يحدث جديد في هذا الامر نهائيا. طب وحضرتك شايف يا استاذ جمال ان نقابه الصحفيين، وزي ما انا ما قلت يعني المجلس الاعلى للاعلام هو نفسه كان المفروض ان هو بيدافع عن الصحفيين وعن حريه الصحافه، هل الاثنين بياخدوا مواقف جاده من اجل الافراج عن دكتور عادل؟ عن استاذ عادل؟ والله هي وقعت زميلنا الاستاذ عادل صبري، يمكن انا تابعتها منذ البدايه، ان وقعت القبض عليه تمت في البدايه بتهمه مزاوله نشاط بدون ترخيص، يعني اي مزاوله نشاط صحفي بدون ترخيص، وهذا امر غريب، يعني لا يوجد في القانون اي شيء يطلب من صحفي او رئيس تحرير ترخيص لمزاوله مهنه الصحافه، يعني تم حالته لنيابه الدقي، ولكن اثناء التحقيقات او عقب التحقيقات فوجئنا بقرار بحبسه باتهامات مغايره تماما عن الاتهامات التي القى القبض عليه بسببها، وهي نشر اخبار كاذبه والانضمام الى جماعه ارهابيه مخالفه للقانون، والقرار الحبس صدر على هذا الاساس، ولكن انا اؤكد انني اطلعت على المحضر الذي القى القبض على الزميل عادل صبري بسببه، وكان مزاوله نشاط بدون ترخيص، ولكن اثناء التحقيقات اضيفت له الاتهامات التي تم حبسه بسببها، ولا يزال يتم تجديد حبس له بسببها حتى الان. طب استاذ جمال ايه النقابه بتعمله من اجل الافراج عنه؟ والله احنا حضرنا التحقيقات مع الزميل عادل صبري منذ البدايه، عقد القبض عليه مباشره او بهن له في اسم الدقي، وحضرنا معه التحقيقات في اليوم التالي، وفي كل تجديد بيحضر زميل عضو مجلس ومحامي النقابه بيحضر في هذا الامر، ده يمكن ده مجهود النقابه الوحيد اللي حصل في وقت القبض على الزميل عادل صبري. طب استاذ جمال خلينا نروح لموضوع تاني، هو موضوع وهو حجب موقع كاتب، هل يعني زي ما انا ما قلت موقع كاتب انطلق لمده 9 ساعات فقط ثم تم حجبه، هل تواصلت معاكم في النقابه اي جهه رسميه بلغتكم ايه سبب الحجب؟ ليه حصل الحجب؟ والله موضوع الحجب طبعا زي ما حضرتك عارفه ان هذا الامر بدا من فتره طويله، هناك عشرات بل المئات من المواقع تم حجبها في الفترة الأخيرة، يمكن من عام تقريبا أو أكثر من عام، وتم حجب أكثر من موقع، منهم مثلا على سبيل المثال موقع كان تابع للزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، موقع البداية، ولكن الأمر تطور إن الزميل خالد البلشي غالبا أو بعض الزملاء قاموا بإنشاء موقع آخر، وهذا الموقع أيضا حجب بعد ساعات قليله من بدء عمله،
وهذا برضو امر غريب، يعني حجب المواقع ده امر غريب، وهذا ممكن انا قلت اكتر من مره ان هذا الامر بيسيء لسمعه نفس الفرد. يعني على فكره هذا امر غريب وامر خطير، ويعني هذا الامر ليس في صالح مصر، ليس في صالح الديمقراطيه، ليس في صالح حريه الصحافه، لكن هذا الامر يسيء كثيرا الى سمعه مصر في الخارج. وان التقارير الدوليه سنويا بتؤكد تراجع مصر فيما يتعلق بحقوق الصحافه، وشفنا تقرير مراسلين بلا حدود في العامين الماضيين يعني بيضع مصر في مرتبه متاخره جدا فيما يتعلق بحقوق الصحافه وحقوق الراي والتعبير في مصر. احنا بنشكرك استاذ جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابه الصحفيين، شرفتنا يا استاذ جمال. وزي ما احنا ما بنقول كل مره، الصحافه مش جريمه، لولا الصحافه ما كناش هنعرف بلاوي كتير جدا الفتره اللي فاتت عرفناها، السنين الطويله من عمرنا اللي فاتت عرفناها، قضايا كتير جدا اللي كشفها لينا هم الصحفيين، هم مهنه الصحافه. مهنه الصحافه مش مهنه تهم الصحفيين فقط، بتهم كل بني ادم، كل مواطن في مصر عايز يعرف هو بياكل دواء، بياكل اكل فاسد ولا ما بياكلش اكل فاسد، عايز يعرف الدواء ده هيزيد سعره ولا مش هيزيد سعره، عايز يعرف اي حاجه في الدنيا اللي هيوفر لك المعلومه شتعرف في حياتك ماشيه ازاي، والقرارات اللي بتتاخد اللي بتنفذ وبتغير حياتك ماشيه ازاي هو الصحفي. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، خليكم معانا.